المرأة، يعني إحنا بنستغل فرصة اليوم العالمي للمرأة ومرور 100 عام على الاحتفال بيوم المرأة العالمي من أجل إطلاق وحدة المرأة في مركز عمان، وهي وحدة تختص بقضايا النساء وعمليات التوعية ونشر ثقافة الحقوق حول القوانين والتشريعات والانتهاكات العامة الخاصة في النساء الأردنيات. فيعني هذا هو السبب الرئيسي لارتقينا من أجله أن نقيم هذا الاحتفال، من أجل أن نطلق هديتنا، إحنا أطلقنا عليها هدية للمرأة الأردنية اليوم، بأنه سيكون هناك مكان مخصص للمرأة الأردنية يختص أو يسلط الضوء على كل الانتهاكات الممارسة ضدها، ويحاول أن يخرج فيها أو يحقق شراكة حقيقية للمرأة على كافة الأصعدة في المجتمع الأردني. سوف نسعى بكل جهدنا مع كافة المؤسسات والمنظمات التي تعمل في هذا المجال على تحقيق وضع أفضل للمرأة، وبناء على ما اكتسبته من قبلنا نساء أردنيات عظيمات، لنتمم المسيرة ونسلمها للأجيال القادمة. والآن مع نموذج آخر من النساء اللواتي نفخر بهن. زميلات والأصدقاء والحضور، وجوه كلياتها منعرفهم نعتز فيهم، وأحييكم بتحية آدار. شهر المرأة بامتياز هو شهر يوم المرأة، في نحتفل بيوم المرأة العالمي، في يوم عيد الأم، فيه الكرامة، فيه أيضا كمان يوم الأرض. فكل عام وأنتن وأنتم بألف خير. في البداية لا يسعني إلا التوجه بالشكر والتقدير للأصدقاء في مركز عمان لحقوق الإنسان لدعوتهم الكريمة لي لإلقاء كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، والذي يأتي في هذا اليوم بعد نضالات للنساء في أقطار عربية إلى جانب الرجال من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. والمرأة لا تزال في الساحات والميادين رافعة لشعار المساواة والمواطنة في أقطار عربية عديدة سادها الظلم والقهر والاستبداد. أما في الأردن فإن شابات الأردن إلى جانب شبابه مشاركات في مسيرات الإصلاح وفي الحراك الوطني الأردني، والذي يهدف إلى محاكمة الفساد وإعلاء نهج الديمقراطية. الشكر الجزيل لمركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، وتحديدا للأخ والزميل الدكتور نظام عساف على تنظيمه لهذه الاحتفالية ولدعوة مؤسسة المستقبل للمشاركة في هذا الحفل. واسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهاني لكل نساء العالم في هذا اليوم الخاص، اليوم العالمي للمرأة، وأن أتقدم بصفة خاصة بتحية للنساء العربيات على إسهامهن في هذا الحراك الشعبوي، هذا الحراك الشعبي الذي الهائل الذي عرفته وتشهده وما زال تشهده المنطقة العربية. وأن أعرب عن اعتزازي وافتخاري وتقديري للدور البارز الذي لعبته النساء العربيات في عديد أنحاء المنطقة، تونس، مصر، اليمن، البحرين، ليبيا وغيرها من العواصم العربية.